أهلا بكم في درس جديد من تعلم الخوارزميات وبناء المعطيات. نكمل معكم في الرسم العودي، ودرسنا لليوم يتعلق بمثلثات سيربينسكي أو سيربينسكي تريانجل، وتسمى أيضا سيربينسكي كاسكت. تعني كاسكت أنني أقوم باقتطاع أجزاء من المكون الأساسي وأقوم بحذفها دواليك وبشكل متتابع كلما انتقلت إلى مستوى أعمق، وهي تعود في الأصل إلى عالم الرياضيات البولندي واكلو سيربينسكي، بحيث تعتمد على استخدام المثلثات المتساوية الأضلاع وترتيبها بمظهر يجعل منها جذابة وملفتة للنظر كلما انتقلت إلى مستوى أكثر تعقيدا. ففي كل مستوى أقوم بتبديل المثلث بمثلثات متساوية الأضلاع كما قلنا، ولكن بحجم أصغر، ومع الانتقال إلى مستويات أعمق يكسب هذا الشكل الأساسي مظهراً جذاباً وتزيينياً، مما يجعل النقش مصمم بطريقة هندسية جميلة. أما بالنسبة لتصميمها، فلنأخذ هذا المثال العملي. في البداية أقوم برسم مثلث متساوي الأضلاع. بعدها للانتقال إلى المستوى التالي، علي تقسيم هذا المثلث إلى ثلاث مثلثات متساوية الأضلاع. أقوم بذلك بعد تحديد الرؤوس الجديدة. فهنا كل ضلع من هذا المثلث أقوم بتقسيمه إلى قطعتين متساويتين، وفي نقطة المنتصف أقوم بالوصل فيما بينها، وأحصل على ثلاث مثلثات بهذا الشكل باستثناء المثلث الذي في الداخل. فالمستوى الذي يليه، المستوى الأول، يكون بهذا الشكل. كما نرى أقوم هنا باقتطاع أجزاء، الجزء في الوسط قمت بقصه وحذفه، وهذا بشكل مخالف لما رأيناه في منحنيات هيلبرت. في منحنيات هيلبرت كلما انتقلت إلى مستوى كلما قمت بملء الفراغ، ولكن هنا كلما انتقلت إلى مستوى كلما قمت باقتطاع أجزاء، ويصبح الشكل ممتلئ بهذه الفراغات كلما انتقلت إلى مستويات أعمق، بما يشبه المصفاة أو المنخل وما يسمى في اللغة الإنجليزية سيف. فالمستوى الذي يلي هذا المستوى أقوم بتطبيق نفس الخطوات على كل مثلث من هذه المثلثات. أقوم بتحديد نقطة المنتصف فيها وتبديلها بثلاث مثلثات متساوية الأضلاع بهذا الشكل، وبعدها كل مثلث من هذه المثلثات شكل مماثل أقوم بتطبيق نفس الخطوات عليه، أحصل على المستويات التالية: المستوى الثالث، المستوى الرابع، والمستوى الخامس. فهي كما رأينا تعتمد على خطوات ثابتة أقوم بتكريرها واستدعائها عوديا. وأعتقد أنه من السهل الآن عليكم استنتاج خوارزمية كتابة هذا التابع نسبة لما رأيناه في الدروس السابقة. فهنا الحالة المختلفة عما رأيناه سابقا أنني أقوم باستدعاء الخوارزمية ثلاث مرات بدلا من أربع مرات. الخوارزمية تكون على الشكل التالي: لنقول أنني أريد تصميم هذا الشكل، المستوى الأول، أقول أنه لدي خوارزمية تدعى Paul Sierpinski Triangle S Triangle، وأقوم بإدخال الرؤوس التوب في الأعلى والليفت والرايت إضافة إلى المستوى. أحتوي هذه الخوارزمية على شقين: الشق الأول إذا كان المستوى يساوي الصفر أقوم برسم المثلث عند هذه النقاط، أما علي أن أقوم بالاستدعاء العودي، ولكن علي تحديد الرؤوس الجديدة. مثلا لنقوم أولا بحساب هذه النقطة والتي تقع في منتصف الضلع الأيسر، فنقول هذه النقطة تساوي نقطة التوب زائد نقطة الليفت تقسيم 2، وبالمثل أقوم بحساب نقطة المنتصف عند الجهة اليمينية التوب زائد الرايت تقسيم 2، وأخيرا هذه النقطة أقوم بحسابها بجمع الليفت والرايت اليسار واليمين وتقسيمها على 2، وأحصل على الرؤوس الجديدة، ومنها أقوم برسم هذا المثلث وهذا المثلث وهذا المثلث بهذا الشكل عند التوب والميد ليفت والميد رايت، وعند الميد رايت التوب جديد والليفت والميد باتن، وأخيرا عند الميد رايت والميد باتن والرايت بهذا الشكل، طبعا مع تقليل المستوى ناقص واحد. هذا بالنسبة للخوارزمية. أما بالنسبة لتعقيدها،
فإذا كنت واقفا عند المستوى الثاني أقوم كما رأينا باستدعاء الخوارزمية 3 مرات، وأيضا هنا بما أنني لم أصل إلى المستوى الصفري أقوم باستدعاء كل من هذه الخوارزميات 3 مرات، فتعقد هذه الخوارزمية من مرتبة 3 أس N، بمعنى أنها أخف تعقيدا من الخوارزميات السابقة، ما يجعلها أسرع بقليل منها مقارنة بمنحنيات هيلبرت ومنحنيات كوك. هذا بالنسبة لسيربينسكي تريانجل، تعلمنا فيه كيفية تصميم هذه الخوارزمية، وعليه أصبح من السهل تصميمها وإنجازها بلغة السي شارب، وكما سوف نقوم في الدروس اللاحقة. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.